مرحبا بك في فيديونا الجديد الذي سيأخذك في رحلة مثيرة إلى عالم الحياة البرية، حيث سنستكشف سويا عجائب الطبيعة ونلقي نظرة على أضخم 10 حيوانات عاشت على وجه الأرض، من الحيوانات القديمة التي سكنت هذا الكوكب إلى الكائنات الضخمة الحديثة. سنستعرض تلك الكائنات الرائعة ونكتشف كيف تأقلمت مع بيئتها وكيف أثر وجودها على تاريخ الحياة على الأرض. تفضلوا بالانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة لنشارك سوياً في هذه الاكتشافات الرائعة. لا تفوتوا فرصة الاشتراك ليصلكم كل جديد، والإعجاب إذا كنتم متحمسين لاستكشاف عالم الحياة البرية. دعونا نبني مجتمعاً يتسم بحب الطبيعة والمعرفة، فنحن في انتظاركم في كل رحلة جديدة. عقرب الماء العملاق. العقرب المائي العملاق والمعروف باسم جاكيلوبتيروس رينانياي، الذي تم اكتشافه مؤخراً وكان موجوداً قبل 400 مليون سنة وبلغ طوله مترين. يعتقد الخبراء أن هذا المخلوق المنقرض منذ فترة طويلة كان أصل عقارب الأرض المتواجدة اليوم. تيتانوبوا. إنها من سلالة عائق الأفعى التي عاشت على الأرض منذ أكثر من 60 مليون سنة، والتي يصل طولها في بعض الأحيان إلى 13 متراً. يمكن لتلك الكائنات اعتصار إنسان وابتلاعه بالكامل. الجمل السوري. يعيش الجمل السوري في صحراء سوريا منذ ما يزيد على 100,000 عام، وقد وجدت بقايا له في تلك المناطق. في عام 2005 الذي قدر علماء الآثار ارتفاعه إلى 4 أمتار وحجمه يشبه زرافة صغيرة، اعتاد الإنسان الأول الذي عاش في صحراء سوريا على تناول لحم هذا الجمل حتى ساعد ذلك على انقراضه. مفصليات الأرجل العملاقة. وجدت الحشرات العملاقة على الأرض منذ ملايين السنين. قد يتخيل البعض أن تلك الحشرات العملاقة وجدت فقط في ألعاب الكمبيوتر، من خيال المطورين في ألعاب مونستر هانتر وأفلام الرعب، لكن الحقيقة أنها كانت موجودة بالفعل. إنها أقرب ما تكون لطائرات الهليكوبتر. عاشت تلك الحشرات العملاقة في عصر الديناصورات وأيضا في العصر الكربوني والثريبلور، وقد شوهد في بعض المناطق في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث بلغ طول الجسم المقسم 2.5 مترا وله 30 زوجا من الأرجل. إنه حقا كائنا مرعبا. ميغالودون. إنه الوحش الأسطوري ميغالودون، الذي تعرف عليه الأطفال من خلال الأفلام والكتب والألعاب التي صممت الألعاب ونسجت القصص عن أضخم سمكة قرش تمتلك فكوكا هائلة يمكنها ابتلاع شخص كاملا واقفا. حسب تقديرات العلماء فإن تلك الأسماك المتوحشة العملاقة عاشت منذ أكثر من مليون سنة، ويتوقعون أنها ربما يكون البعض منها ما زال هناك في أعماق المحيطات يبحث عن فرائسه. جيجانتوبيثكس. إنه جيجانتوبيثكس، أي الغوريلا العملاقة، والتي عاشت على الأرض من أكثر من مليون سنة. كانت تقف على قوائمها الخلفية ويبلغ ارتفاعها 4 أمتار ووزنها أكثر من 500 كيلوغرام، وأكلتها المفضلة أكل الخيزران. الحوت الأزرق العملاق. يعد الحوت الأزرق هو أكبر حيوان عاش على وجه الأرض. يصل طوله إلى 33 متراً ويصل وزنه إلى 152 طناً. يحتاج الحوت الأزرق المولود إلى 90 لتر من الحليب يومياً، ويبلغ طوله من 6 إلى 80 أمتار. انضم إلى قافلة المعرفة والتسلية. اضغط لايك واشترك اليوم لتكون جزءاً من مجتمعنا المميز.